بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء الأسبوع في حديث مع سعادة الدكتور محمد بن عبد الله النذير، أمين عام جائزة التعليم للتميز وأستاذ التربية في جامعة الملك سعود، للحديث عن هذه الجائزة المباركة ووقفة الوفاء والتقدير من قبل وزارة التعليم لكل المعلمين والمعلمات على امتداد محافظات ومدن ومناطق المملكة العربية السعودية. مرحبا بكم دكتورنا الفاضل، وأسعد الله مساءك. حياك الله وأسعد الله مساءكم بكل خير. دعنا بداية نتحدث عن سيرتكم الذاتية وعن أبرز المحطات العملية والعلمية التي توقفتم بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تخرجت في عام 1413 بكالوريوس في تخصص الرياضيات، ثم بدأت حياتي العملية معلما لفترة من الزمن. ثم عملت أيضا في وكالة مدرسة، ثم مشرفا تربويا، وأثناء ذلك بدأ تحصيلي العلمي بدراسة الماجستير في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام، وحصلت على الماجستير في عام 1418. ثم أيضا واصلت دراستي الدكتوراه في جامعة الملك سعود، وأيضا أنهيت برنامج الدكتوراه في عام 1425. أثناء ذلك انتقلت إلى جامعة الإمام معيدا، قضيت فيها بعض الوقت، ثم إلى كلية المعلمين محاضرا، ثم أستاذا مساعدا في كلية التربية بجامعة الملك سعود، ثم أستاذا مشاركا، والآن أستاذ في التربية. نعم دكتور محمد، دعنا نتحدث هنا من خلال سيرتكم الذاتية قبل قليل، تنقلكم في أرجاء الميدان التربوي معلما وكيلا وبعد ذلك مديرا، يعني مثل التنقلات هذه يكون هناك إدراك لحجم الجهود الكبيرة المقدمة من قبل المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي، وبالتالي قد يكون لديكم تقدير كبير جدا لإقرار مثل هذه الجائزة، جائزة التعليم للتميز. حدثنا عن الرسالة والهوية والرؤية التي تنطلق من خلالها هذه الجائزة المباركة. كما تفضلت، يعني فكرة الجائزة هي نوع من المكافأة التقديرية للعاملين في الميدان، نعم، وعلى رأسهم طبعا المعلم. بدأت الجائزة في عام 1431 للهجرة، يعني تعتبر الآن نحن الآن في الدورة السابعة. الدورة الأولى كانت 1431، يعني انقضى 6 دورات والآن في السابعة. بالضبط، الآن 6 دورات، وإن شاء الله قريبا حفل تتويج الدورة السادسة. ما شاء الله. والسابعة انطلقت الآن. ما شاء الله. فكان البداية هي الفكرة اللي تفضلت فيها، أنه هناك عمل تربوي مميز يحتاج أن يرصد، أن يكتشف، أن يعني يبرز هذا العمل ويعزز ويدعم. بالضبط، تعزيز وتحفيز. فكان فكرة الجائزة، جاءت الجائزة لهذا الغرض. كما تعلم أنه دائما المكافأة إما تكون بالثواب أو بالعقاب. هذا يعني الجائزة أخذت منحة التحفيز ورفع الدافعية، وأنا أعتبرها مشروع تغيير جميل لأنه يأتي في الجانب الإيجابي. كانت البداية في فئتين، اللي هو فئة المعلم وفئة المدير. السنة التالية حقيقة لقت أيضا، رغم أنه يعني بدأت سريعا، لكنها لاقت أصداء ومشاركة يعني وتفاعل جيد من الوسط التربوي. بعد ذلك أضيف الدورة التالية اللي هو فئة المدرسة. ثم الدورة الثالثة تم الدمج بين الإدارة والمدرسة في فئة واحدة، وأصبح هناك المعلم، ثم أضيفت فئة المرشد الطلابي. خلال يعني الجائزة تنمو بالتدريج، وهذا يعني يعتبر شيء جيد، يعني بحيث أنها ما تأتي يعني على كل الفئات. الدورة الرابعة أضيف لها المشرف التربوي، واستمرت أيضا الدورة الخامسة. حدث قفزة في الدورة السادسة، أضيف فئتين، يعني أضيفت مرة واحدة اللي هو فئة الطالب. ما شاء الله. وإن كان تأخر الطالب قليلا، معناه هو حجر الزاوية في العملية التعليمية. بالضبط، لكن يعني المفهوم أنه إذا أكرمت العاملين مع الطالب أكيد أنه هيصب يعني جهودهم أو تتوجه في خدمة الطالب، فهو تكريم غير مباشر.
تكريمه المباشر، لكن يعني أصبحت يعني الحاجة حقيقة لوجود الطالب. وكان ذلك أيضا فئة مهمة جدا اللي هي التميز الإداري، أتت على مدراء التعليم، مدير التعليم لجميع المناطق، وأيضا مدير العموم في الوزارة. وكان هذه لأول مرة تشارك إدارة التعليم بصفتها، إضافة للفئات اللي ذكرناها. فالحمد لله يعني هذا العام إن شاء الله تقريبا في شهر ربيع أول أو بحدود شهر ربيع أول سيتم تكريم جميع الفائزين في الفئات الستة. جميل. هذه التوطئة التي تحدثت من خلالها عن هذه الجائزة ربما تحفز كثير من المعلمين والمعلمات خلف الشاشة للمشاركة. حدثنا عن مسارات الجائزة، فئاتها، وكيفية الدخول للتنافس مع جموع المعلمين والمعلمات. نبدأ عادة بإطلاق الجائزة مع بداية السنة الدراسية، يحدد فيها اللي هو الشروط والمواصفات. هناك موقع إلكتروني موجود من بداية نشأة الجائزة يحتوي على جميع المعلومات. بإمكان أي مدرسة، طبعا احنا نبدأ من المدرسة، أن تبدأ بترشيح مرشحيها، تبدأ بترشيح نفسها أولا كإدارة ومدرسة ومعلم ومرشد طلابي والآن طالب. هذه المرحلة هي المرحلة الأولى. بعد ما يتم التسجيل، تسجيل المدارس، بالمناسبة هناك منسقين عندنا، منسقين ومنسقات لكل إدارة التعليم، يتواصلون مع الميدان التربوي، يحثون المدارس على أن تدخل وتشارك في فعاليات الجائزة، أيضا تسهيل أي عقبات أو أمور يعني غير واضحة لمن يريد أن يشارك. الحقيقة من يريد أن يشارك يحتاج أنه يبدأ من سنتين على الأقل، يجهز ملفه، يجهز متطلباته اللي هي مبنية على المعايير. عندنا دليل للجائزة كان في السابق مطبوع والآن منشور إلكترونيا في كل ما يتعلق بالجائزة، من شروط، من مجالات، من معايير، من مؤشرات بالتفصيل. تبدأ بعد ذلك اللي هو المرحلة الثانية بعد الإدخالات، هذه الترشيحات، المدرسة ترشح أفضل مرشح لديها بحيث أنه يكون أيضا جاهز بملفه، معلم، مرشد، طالب. تأتي المرحلة الثانية، مرحلة المكاتب، مكاتب التعليم. يعني كل مدرسة، يعني هنا نتحدث عن 33 ألف مدرسة. نعم. في أنحاء المملكة، يعني 33 ألف مرشح، هل يشكل هذا عبء كبير جدا على أمانة الجائزة؟ أمانة الجائزة يبدأ عملها في الأخير، يعني هناك فلترة. طبعا طبعا في لجان محلية ينتقلون مرحلة المكاتب. المكاتب الآن يقل الأعداد، كل مكتب يبدأ بعملية الفحص والتحكيم، ثم يرشح مرشح لكل فئة، يرشح مدرسة وإدارة، ويرشح معلم، ويرشح مرشد طلابي وطالب، أيضا يرشح مشرف، لأن المشرفين في المكاتب عادة يكونون. بعد ذلك تكون المرحلة الثالثة اللي هي التصفية النهائية بالنسبة لإدارة التعليم، فيتم ترشيح واحد من كل فئة، من كل ثم تأتي المرحلة الأخيرة اللي هي عندنا في الأمانة العامة، يتم استقبال الملفات. كان في السابق الملفات ورقية، تأتي كاملة، وهناك عبء كبير. منذ تقريبا الدورة الخامسة بدأنا بتجربة فئة واحدة اللي هو المشرف التربوي، بحيث أنها كانت إلكترونية، والحمد لله يعني نجحت نجاح كبير، ولذلك في الدورة السادسة أصبحت كلها إلكترونية، فما فيه أوراق ولا فيه يعني هدر، ولا عملية سريعة تتم وفق المعايير المحددة. لكن هذه الإنجازات التربوية التي تتلقونها من الميدان التربوي ممثلة بالمعلمين والمعلمات وكذلك المشرفين والمشرفات كافة الفئات التي في هذه الجائزة، هل هناك لجان لتحكيم مثل هذه الإنجازات، آلية واضحة جدا، أم أنها تخضع ربما للجنة دون أخرى؟ وطبعا فيه ضوابط بالنسبة للجان المحلية اللي في إدارة التعليم. نعم. في ضوابط محددة يتم الحوار حولها والحديث عنها في لقاء اسمه لقاء المنسقين والمنسقات، نعقده دائما في بداية السنة، يتم النظر للمعايير، إذا كان جديد اللي هو المنسق أو المنسقة يبدأ يتعرف أكثر، إذا كان في أي تطوير للمعايير أو الشواهد يتم الحديث عنها بالتفصيل مع الأمثلة، مع إعطاء أيضا يعني كأنها اختبارات لملفات حقيقية موجودة،
بحيث أنه لما يرجع المنسق والمنسقة يتولى لجنة يكون هو يعني مسؤول عنها في عمليات التحكيم، وأيضا تدريب من سيقوم بالتحكيم. وأيضا يعني هناك بعض الحقائب التدريبية التي تساعد أيضا في ضبط عمليات التحكيم. اللي يهمنا الحقيقة إحنا بالنسبة لنا المرحلة الأخيرة، أي اللي يستقبل، أي اللي ما اللي يأتينا من الإدارات للفئات المختلفة، تبدأ عملية الفحص الدقيق جدا من خلال لجان متخصصة في مجالات الجائزة، وهؤلاء عادة من أعضاء التدريس من الخبراء في مجالهم، لديهم دراية كافية بفحص الملفات، ثم تأخذ وقتها وما يعني ما نخرج النتائج إلا بعد ما نطمئن أنه فعلا خاصة الأوائل أنه تم فحصهم لأكثر من مرة. جميل. وبعدين يقام حفل يبدو. اي نعم، بعد يعني بعد ما تنتهي النتائج وهناك بعض الفئات يتم زيارتها اللي هو تتمت الملف، لأنه تعرف الملف ورقي في شواهد، في شواهد سواء كانت شواهد ورقية أو أقصد مطبوعة أو مقاطع فيديو أو صوتيات أو وثائق، يعني تعتمد على تثبت إنجازات هذا نعم المرشح بدقة، تثبت ويتم فحصها والتأكد من سلامتها. تقصد النزول للميدان للتأكد من جدارة هذا المرشح؟ يتم نعم يتم عبارة عن فحص الملف ميدانيا، لكنه لفئة واحدة اللي هو فئة الإدارة والمدرسة. الفئات الأخرى قد نتجه إن شاء الله مستقبلا للزيارة، خاصة الأوائل الخمسة والسبعة حتى نطمئن فعلا، واحنا مطمئنين لكن زيادة في الاطمئنان انه نتأكد انه فعلا هذا ملف يمثل شخص متميز لتحقيق العدالة ايضا بين المرشحين جميعا. وبالضبط ومن يتوج في الحفل فهو يعني نموذج فريد في الأداء التربوي، يعني يستحق هذه الإشادة. لو بدأنا الآن نتحدث عن الحفل، برعاية من سيكون هذا الحفل؟ مقدار الجوائز ما هي تبعا لهذه الفئات؟ هذا العام إن شاء الله سوف يشرف الحفل وتكون برعاية معالي وزير التعليم دكتور عزام التخيل. إن شاء الله حيكون له برنامج حفل كعادة الحفلات السابقة يليق بهذه المناسبة التي تعبر عن احتفاء الوزارة بهذه الكوكبة من التربويين والتربويات. جميل. طبعا المعلمين او التربويين يتنافسون مع بعضهم والتربويات مع بعضهم، يعني ما كل فئة لوحدها، يعني مدارس البنين لوحدها والبنات لوحدها، وبالتالي الجوائز كبيره، يعني الجوائز كثيره. يتم تكريم الثلاث الاوائل اللي هم حصلوا على اعلى درجات من اللجنه الاخيره. نحن لا ننظر للدرجات السابقه، نركز على المرحله الاخيره. التكريم يبدأ في فئة الإدارة والمدرسة، المركز الأول 120 ألف ما شاء الله، ثم 100 ألف، ثم 80 ألف اللي هو الثلاث الأوائل. بقية اللي هم الحاصلين، كل من يحصل على 80% يكرم أي اللي هو من الرابع، لكن يعني نعتبرهم يعني مستوى واحد. جوائز تربية كمان لا يعني العينية اللي هو 15 ألف هذا فئة الإدارة والمدرسة. الفئات الأخرى وكذلك التمييز الإداري، الفئات الأخرى 70 ألف، 50 ألف، 30 ألف، 10 ألاف. هناك راعي للحفل اليوم مجموعة الناغي، ومشكورا يعني من بداية أو من بدايات الجائزة قام بدعم الجوائز العينية المقدمة من عنده، فيقدم سيارات بي ام دبليو بفئاتها للثلاث مراكز الأولى، أيضا قسائم شرائية ب 15 ألف ريال المحلات اللي عنده لبقية الفائزين. جميل. يعني هناك تفعيل للمسؤولية الاجتماعية. نعم حقيقة. وأنا متأكد أنه كل من ينظر إلى قيمة هذا الحفل سوف يساهم يعني بكل تفاني. جميل. لو تحدثنا عن الجديد في الدورة السابعة غير دخول الفئات الجديدة، فيها الآن حسب توجيهات معالي الوزير في فئة جديدة وفئة جميلة، يعني اختلفت عن السياق السابق. السياق السابق يعني مركز على الوظائف التعليمية، أولياء الأمور إن شاء الله تأتي هذه فئة التطوع. أي ما شاء الله، المبادرات التطوعية عند الطلاب خاصة.
الوزارة، وتعلم الآن في هذا الوقت هناك الشباب يعني ما شاء الله عندهم طاقة وعندهم رغبة كبيرة أنهم يقدمون أعمال تطوعية. جميل. هناك مجموعات تطوعية، فرأت الوزارة أنها يعني تقنن الموضوع وتضع له منهج بحيث أنه الطلاب ينخرطون وأيضا يكافؤون، يكون تكريمهم في وتتويجهم في هذا الحفل. قد يكون لاحقا إن شاء الله في أشياء عن المبادرات الإبداعية التي تخرج عن كما ذكرت سياق الوظيفة نفسها، الوظائف التعليمية، إلى أعمال إبداعية يعني من تربويين، معلمين أو مشرفين، لا تلتزم مثلا بالمعايير اللي موجودة. بإمكانها أن يعني تخرج بصورة إبداعية. قد يكون هذا إن شاء الله يعني ليس الدورة السابعة وإنما التي تليها. من يعني الأشياء الجديدة في الدورة هو إطلاق الهوية الجديدة. هناك هوية للجائزة كاملة تم إعدادها وبناءها، وسوف إن شاء الله يدشن ويطلقها معالي الوزير يوم الخميس إن شاء الله هذا القريب، إضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية للجائزة. سوف يكون هناك بوابة تفاعلية، كان هناك موقع سابق قام يعني بكل وظائفه الممكنة وأداها على الوجه الأكمل، الآن نتكلم عن بوابة. لكن هل هي منبثقة هذه البوابة من موقع الوزارة الرسمي؟ ممكن يوضع لها رابط، هي مستقلة. مستقلة هو الجهة اللي تعمل فيها الآن يعني جهة متخصصة. سيكون فيها كثير من الـ يعني الفعاليات والخدمات اللي يعني حتى التدريب نفسه ممكن يكون إلكتروني. جميل. كل من يرغب أنه يتعرف أكثر ويكون هناك تفصيلات يمكن أن يدخل. لأنه مرة أخرى الهدف ليس هو فقط مكافأة المتميزين، البرنامج نفسه أو المشروع الجائزة جاء لكي يعمم ثقافة التميز. يعني كل من يريد أن يتميز هذا خط التميز. جميل. لكن دعني يعني أتحدث هنا من خلال هذه الرؤية التي تنطلقون بها من هذه الجائزة في دعم المتميزين وإطلاق ثقافة التميز وتعزيزها بين كافة الفئات في الوسط التربوي، ألا يمكن التنسيق أيضا مع وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير للاستفادة من هذه المنجزات العظيمة التي يقدمها هؤلاء المعلمون والمعلمات وكافة الفئات في جائزة التميز من أجل الاستفادة مثل هذه المبادرات وتعميمها على كافة الوسط التربوي؟ طبعا الجائزة لها منهجية تتضمن كثير من العناصر المطلوبة. عناصر الأداء. يعني المعلم وش الأداء المطلوب منه، المدرسة، الطالب، يعني تم تحليلها ودراستها بعناية. وبالتالي كل من يريد أن يعني زي ما قلت لك أنه يدخل في موضوع التميز وخط التميز سوف يلبي هذه المتطلبات. قد يكون بعضها في مجال التخطيط مثلا، بعضها في مجال القيادة، بعضها في مجال المبادرات اللي هو مجالات الفئة نفسها. الشراكة المجتمعية موجود، وبالتالي يعني هناك استقلالية في معايير الجائزة. يفترض أنها هي التي تقدم هذا المتميز التربوي للوزارة وقطاعات الوزارة. لا نتكلم هنا، ربما البعض لديه فلسفة معينة في طريقة التدريس أو التعليم لطلابه، ألا يمكن نقل مثل هذه التجارب الناجحة؟ ألا يمكن أيضا غربلة بعض المناهج وإدخال مثل هذه التقنيات الجديدة والحديثة والاستراتيجيات أيضا فيما يتعلق بالتعليم وغيره؟ جميل. هو هذا ممكن أنه الجائزة من خلال الرصد يعني للدورات السابقة. هناك تنسيق بينكم وبين وكالة الوزارة التخطيط والتطوير فيما يتعلق بهذه الجزئية تحديدا؟ هو طبعا المشرف العام على الجائزة هو سعادة الدكتور عبد الرحمن البراك وكيل وزارة التعليم. فكل يعني كل ما يمكن تسخيره أو بناء علاقات يعني هذا موجود. لكن الإدارات الأخرى بالتأكيد يعني أنه سيكون ذلك إن شاء الله، وبدايتها مع فئة التميز الإداري. أن الجائزة موجود لها أو إدارات العموم والوكالات يمكن أن تشارك هي نفسها في الجائزة. أصبحت الجائزة معيار للأداء المتميز يعني للإتقان والجودة، وبالتالي حتى تلك الإدارات يعني لها نصيب في الجائزة. فهذا بداية شراكة. جميل. عفوا، بالنسبة للمبادرات المتميزة هذه الحقيقة تشكل هاجس بالنسبة لنا. قد يكون بعض المعلمين مثلا ما يرى بأنه يمشي على المعايير. قد تكون طويلة حقيقة بعض المعايير أو استكمال الملف أحيانا 3 سنوات.
فقد يكون فيه مبادرات أو ممارسات متميزة إن شاء الله يكون لها يعني حظوة في فئة خاصة، بحيث أنه لا نحرم الميدان من هذه التجارب. تجارب المتميزين حقيقة نطمح إن شاء الله مستقبلا أن ننقلها للميدان، وهذا هو من أهداف وفلسفة الجائزة أيضا، اللي هو نقل الممارسات المتميزة حتى يتم تعميمها. ليس فقط تقرير متميز، إنما لا محاولة تطوير الميدان التعليمي. بالضبط، هو أنا قلت لك منهجية تغيير الجائزة، أنا أعتبرها منهجية تغيير. تبدأ بموضوع الحافز، يرتفع مستوى الدافعية، ينتقل إلى أن يصبح أداء متميز، تتحول إلى عادة. لأنه خلاص لما يحقق درجة ما يقبل المعلم أنه يقل عنها. كل من انخرط في الجائزة حتى لو ما وصل للمستويات، يكفي أنه شعر أنه يعني حقق شيء، إنجاز له ذاتي يعني. جميل. نعم، هذه الجائزة، جائزة التعليم للتميز، تهدف إلى يعني تسليط الضوء على هذه المبادرات التعليمية سواء في الميدان أو في غيره. ألا يمكن أن نتحول إلى جانب آخر أحسبه غاية في الأهمية، ما يتعلق بتكريم المعلم عبر قنوات التواصل الحديثة، عبر يعني التخاطب مع بعض المعرفات المشهورة والحسابات المشهورة، من خلال وجود بعض الصور التي تبرز دور المعلم؟ ألم يكن لديكم هذا الهاجس في سواء في هذه الدورة حتى في دورات قادمة؟ هو إن شاء الله يعني اللي تفضلت فيه اللي هو جانب الإعلام وجانب النشر. نعم. يعني لا زالت الجائزة تخطو الخطوات الأولى لأسباب يعني متنوعة. الجائزة الآن تحاول أن تأخذ وضعها في الوزارة، وإن شاء الله أنه حيكون لها دعم من معالي الوزير. إن شاء الله يعني كل هذه الاعتبارات والأفكار التطويرية موجودة موثقة، ولكنها ستكون على مراحل. الجائزة الآن يعني حتى وإن كان لها 6 دورات الآن، الدور السابع، لا زالت في البداية تعتبر. يعني هناك جوائز يعني قريبة منا لها الآن 17 سنة يعني. أكيد يعني، ولكن نحن يعني والله الحمد تقدمنا كثير، يعني اللي هو البوابة الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني، التحكيم الإلكتروني، قد لا يكون أحد سبقنا له. ما شاء الله. يعني هذه ميزة. الأفكار اللي تفضلت فيها يعني أفكار رائعة نهدف إليها. التقينا لقاءات بالفائزين في الدورات الماضية، وكلهم يعني يطالبون نفس المطلب يعني، ويرغبون أنهم ينقلون الخبرة، يريدون أن هذه الخبرة تنتقل، بحيث أنه لا يكون الخير بس على يعني من تحصل على الجائزة. نتمنى أن يكون الحراك مع أكثر من 500,000 معلم ومعلمة، كلهم يدورون في فلك هذه الجائزة ويباركونها، لا أن تكون فقط مختصة كما تفضلت المعايير، ربما أنها دقيقة جدا، وقد لا يستكمل هذا الملف إلا قلة قليلة جدا من المعلمين. فجميل لو عممت هذه الثقافة على كافة المعلمين. بالضبط. أنا يتصل فيني مديري مدارس، يتصل فيني معلمين مشرفين، كثير منهم أيضا الإدارات التعليم يثنون كثير على معايير الجائزة. إدارات التعليم تقول حنا قاعد يعني كنا في السابق نعمل، بس ما يعني ما كان هناك وضوح في خط العمل، في كيفية ترشيح المعلم أو لا أقصد عفوا اللي هم أنفسهم يعني أدائهم نفس إدارة التعليم أو أداء المعلم أو أداء الإدارة والمدرسة، تقييم الأداء نفسه كيف يعمل عنده اللي هي المعايير والمؤشرات. وجد أنه الأمور الإدارية بدأت تنتظم معه، لأن مثل ما قلت لك المعايير مبنية بطريقة علمية، مبنية من خبراء تم تحكيمها، يعني ما نزلت إلا ونحن نطمئن هذه المعايير إذا من يعمل عليها سيتجه للأداء الأمثل يعني. فالميدان يعني كثير من اللي في الميدان يعني بغض النظر عن الفوز يقولون حنا استفدنا. الحمد. يعني مدراء مدارس يقول والله نظم العمل عندي في المدرسة، حسيت ان في فريق عمل، بديت اعرف وين اوجه البوصلة، وش الاشياء اللي اركز عليها. طبعا قد يكون هذا موجود بس مبعثر. الجائزة يعني رتبت الامور وايضا رفعت سقف الطموح والاداء، يعني رسمت خارطة الطريق لتنظيم العمل التعليمي في المدرسة وغيرها، في كل في مجاله. جميل. المعلم في مجاله، المرشد في مجاله. لو تحدثنا عن حجم التفاعل بشكل عام من الميدان التعليمي مع هذه الجائزة، كيف قرأتموه؟ لو أقول لك خط اللي هو العدد، والله الحمد في تصاعد مع كل دورة، مع كل دورة، لكن ربما يكون تبع لزيادة عدد المعلمين والمعلمات. يعني هل لديكم دراسة لهذه المؤشرات دقيقة جدا؟ لا، احنا نركز على اللي هو كم اعداد المسجلين. نعم.
يعني. وطبعا هي نسبة وتناسب ولا شك، ولكن انت تعرف المشاركة في الجائزة ما هو بإجباري، فما يعني قضية كم معلم عندنا لا يعني لا يعني كثير. احنا نتمنى انه نصل الى اكبر عدد، نتمنى يعني النسبة والتناسب المشاركين لعدد للمجموعة العامة ترتفع. لكن القراءة الأولية انه في يعني في مشاركة يعني تعتبر بالنسبة لنا ممتازة. كم تصل؟ عاما بعد عام، رغم انه تعرف اللي انخرط في الجائزة ومعاييرها في تعب في جهد، يعني ممكن واحد يوقف في منتصف الطريق ما يستطيع يقول خلنا أجل، يعني ممكن يتثبط يقول ممكن يعني. لكنه هو سباق يعني منافسة يعني جميلة ومفيدة للجميع. العدد الآن يعني الدورة الماضية اللي هو السادسة وصل أكثر من 15,000. ما شاء الله، معلم ومعلم أو من كافة الفئات. كافة الفئات، لكن هو يسمى معلم طبعا حتى لو كان مشرف تربوي يظل هو معلم. هو معلم نعم، وهو هي الحقيقة يعني تعرف الجائزة يعني أكثر، أنا رأيي أنه أكثر من يحتفى بها المعلم. جميل، لأنه يعني هو الأساس. نحن نتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله النذير، وأنت أمين عام جائزة التعليم للتميز وأستاذ التربية في جامعة الملك سعود، فشكرا جزيلا لك. شكرا لكم على هذا اللقاء، وأتمنى إن شاء الله رسالتنا تكون وصلت، وأشكر قناة الأخبارية وأشكرك شخصيا والزملاء اللي معانا على هذا الجهد، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. إلى لقاءات قادمة إن شاء الله، تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.